في ظل الأضرار البيئية التي ألحقتها مشاريع التوسع السياحي بالدول الكبرى، تتجه هذه الأخيرة نحو انتهاج ما يسمى بالسياحة البيئية، وهو نموذج حديث يجدر بالجزائر مواكبته للنهوض بقطاع السياحة. تقرير إكرام تيداوي. السياحة البيئية نوع حديث من النشاط السياحي تتجه إليه العديد من دول العالم من خلال احترام الطابع البيولوجي والمعايير البيئية في تجهيز الفنادق والمنتجعات. أما الجزائر التي تأخرت كثيرا في قطاع السياحة، أمامها فرصة سانحة لتدارك ما فات وإنشاء مشاريع سياحية صادقة للبيئة. Le fait que l'Algérie a mis du retard à développer son tourisme peut être une bonne chose actuellement parce qu'elle peut aller directement vers la promotion d'un nouveau genre de tourisme, c'est le tourisme écologique, respectueux de l'environnement, respectueux de la culture de notre société. D'ailleurs, c'est une tendance mondiale. Les مشاريع سياحية تكون أمام البحر مثلاً ممنوع أنك تبني في 100 متر تاع البحر في الشاطئ، ممنوع تبني فيهم مشروع تاعك. وفي بعض المناطق راحوا حتى 800 متر حفاظاً على البيئة وحفاظاً على المناطق هذه وعلى جانبها الطبيعي. وفي الوقت الذي تحاول فيه كبرى الدول السياحية الحد من زحف الإسمنت المسلح، يسعى أصحاب المشاريع بالجزائر إلى الاستفادة من تجربة الشركاء الأجانب وإنجاز فنادق ومنتجعات تحترم المعايير البيئية. On est à 800 mètres à vol d'oiseau du site touristique de Tipaza, et c'est pour ça que dans toutes les démarches conceptuelles, dans tous les lots techniques, donc nos ingénieurs prennent en compte le souci écologique. مواكبة النموذج السياحي الحديث الصديق للبيئة أصبح اليوم حتمية للنهوض بقطاع السياحة في ظل ما تعيشه الجزائر من ظروف اقتصادية.